لو سمحت لي اختي العزيزه او اخي العزيز، اذا قلت كبت غيب ليه تغيب؟ معك مرض، معك ورد، معك حراره، معك شيء، معك ورد، معك حراره. طيب الحراره والورد هي مرض؟ لا بس عشان افهمه كذا، معك شيء يضيمك؟ ليه ليه ما تداوم وتفطر وتهبش حمته وتروح المستقبل بعد؟ ايوه كمستقبلك بعد تخيط عمر صرامه تتزوج، تخيلك ما نجحت معي يعني سقطت مرتي تتزوج بيجي ورعانك يسالك ويسالونك ولا يطيحون بملف حقك بالغلط يقول اوف يا ابه اضق سقطت وكذا، ايش بتقول ميدهم؟ فسد ايش بتقول بينهم؟ وخلي لك مكان امك ولا مكان ابوك؟ ما ودك نورعك يروح يدرس ويداوم ويجي؟ لا والله ما عليك من سعد، سعد عاطله ما عنده شيء، ما عليك منه، قفل الجوال وخذ لك ركعتين الوتر، ركعه الوتر وطقها بنوم وارقد رقد حسك ان شاء الله. امزح امي يوم اللي صارت علي ورع ارقد ارقد حسك. تدرون يا شباب بقناكم يا الربع بقناكم بحاجه اني انا اتخيلوا من يوم شريت جوال في حياتي لين تخرجت من الثانويه، تدرون ما كنت اخذ الا خميس وجمعه؟ تدرون ولا ما تدرون؟ ولا تدرون اذا قضيت في الايام العاديه يعني ما في لا عندي لا اختبارات ولا شيء كنت اخذه من بعد صلاه العشاء لين الساعه 9 ونص كذا 10 واعطيهم؟ تدرون ولا لا؟ والله انا صدق لين تخرجت من ثالث ثانوي حتى والله يا شباب كانوا ايش اسمه يداومون بجوالاتهم كانوا يزبنون وكذا، انا ما كنت اداوم جوالي. يقول اسالني يقول ليش في لو ما داومت جوالك؟ والله جوالي في الصيانه خربان وكذا، كانت امي محافظه عليه هي وابو كانوا محافظه عليه جده. فعدل من شيطان فيوم جاء مره كذا الشيء قال لازم نجيب جوالات، لازم نجيب جوالك ساعدنا بنصور ذا. فسويت انا في ثاني ثانوي كذا تقريبا اول ثانوي، فرحت عندهم وقلت لهم ترى اليوم عندنا يوم مفتوح يعني عاد تجيب جوالك. قال صادق؟ قلت له هنا في داس. قلت له يلا انتبه له. قلت له اشحن يا ام. قالت خلاص علي بشحن تشحنه في المطبخ. عشان تخش وتحط فوق كمون ولا كزبره ولا عويدي عشان ما اشوف. وارقد اصحى القفل الوقت. عسى ربي يحفظ علي ويطول بعمره جعني والله افضل. كم نسبتك؟ نسبتي يا طول عمر السلامة 82 طبعا. انا والله من بقول لكم حاجة، انا طبعا من النوع اللي ما احب الدراسة واجد فهمتوا؟ ف ايش اسمه؟ ما كنت والله اذاكر بالصدق، كنت معتمد على الله ثم على واحد قدامي يقال له سعد الحقتي الله يذكره بالخير جعني والله افضل بيض الله وجرع الجمال. كان عندنا اختبارات تضليل، يتعرفون تضليل اللي بالمرسمة تضليل كان هو يكتب انا طقها بنومه هو بدأت اختبر طقها بنومه لين جو يدقني بالطاولة وكذا يحط ورقته على جنب ويسوي زي كذا ويرقد واظل انا اشوف تضليل وقال كذا يوم كذا يوم كذا لين جاء يوم قفطني مدرس فاخر ظني اختبار فهو شلمني شلمني انا قالت عنه كاباني قدامي جدال وراي واحد كذي دب ما يعرف حاجه زينها ما يعرف شيء حتى بدون نظارات يعني نظاره ما في يعني مو بدافور يعني مو شاطر في السوا يا سعد فطقها من رقم واحد لين سوال الخيط كلها الف 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 والصح اجعلها كلها صح مش ايوه اذا الواحد مو لابس نظاره هذا مو بدفور هذا مو بايش مو بشاطر صح مرة. ارحب يا عبود منور بثي ارحب يا ابو فلوح في كلام موح منور البث حقي انت موجود في البث انت البث حقي طالع طيب ها انا والله انك طالع في العتاب والله انا موجود داعمني ب 7800 نقطة انا موجود عندي الصورة فوق ايوه لا ما تقول بيني وبينك انا هذه حقت ما تقول حقت مزارق طيب كلهم عبد الله والله ما قرأت ولا كومنت واحد في عبد الله قلت لك اذا في اربع كومنتات في عبد الله ناديت كذا ما في انتبر عندك ده بكتب كل جبنا عبد الله جبنا عبد الله ما نبي اسعد امكم هذا الجمهور قلب عليك عبد الله
سعد عندي اختبار تكفى حفزني، عسى ربي يوفقكم ان شاء الله والله ييسر اموركم. وذاك لا والله ذاك الربع ايه له مستقبل ما تدري يا اخوي، كنت خلاص من الثانوية تدخل جامعة، يمكن تخلص من الجامعة تصير دكتور ولا ممرض. لا تضحك والله انا اوصيهم، ترى بيني بينكم ربع ترى عبد الله مساكي تحت قبل ما بث عندكم يا بيدي سعد، قلت كانت خلينا نصايحك دائما متكرر ليه؟ قلت ما ادري قلت والله ينصح من قلبي ابي اتطور. ايه قال ميدي انت سعد بقول لك حاجه، كانت ما ينفع لك تنصح، انت ينفع لك واحد ينصحك. قلت لي قال يا اخي انت ما ينفع لك الرسميه ولا ينفع لك شيء. فلا والله الربع اجتهدوا وذاكروا، عسى ربي يحقق مراتكم، عسى ربي يوفقكم في المراكز العليا ان شاء الله كلكم. قلنا انه مفيد للجسم عندنا ايش ما فنى من ما فنى درنا فنى نسات. اسمع يقول يحكي ان ايش انه كان هناك رجل حكيم ياتي اليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مره ركز معي انت ويركز خل جوال كذا في يدك وكبس كبس كبس واستغفر كبس واستغفر وركز معي. يقول كانوا ايش اسمه ياتون اليه الناس لاستشارته، لكنهم كانوا بكل مرة يحدثون عن نفس المشكلة والمصاعب التي تواجههم، يعني كل يوم يجون بنفس المشكلة وكل نفس المشكلة نفس المشكلة، حتى نفس منهم سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريقة، يعني زي ما أقول لكم في واحد طاح في الخزان وأهله ما طلعوا، قل لي يا عبد الله قل لي إيش كان إيش فيه ما جاني شيء السيارة ما جاتني والله ما جاني عدها مرة ثانية والله ما جاني شيء والله أصلاً ثلاث بث عندي علق ما أدري إيش ماله. المهم ركز معي في عطام نكتة زي ما أقول في واحد طاح في الخزاء ولا ما طلع أقول ليه طب قول ليه يا عبد الله ليه انتظروني أطلع مع البزبوس عرفت كيف بعدها مرة ثانية في واحد طاح في الخزاء يا عبد الله قول ليه انتظروني أطلع مع البزبوس في واحد طاح في الخزاء عبد الله قول ليه انتظروني أطلع مع البزبوس نفس منها صح. فعاد المرة فائدة الجلوس آخر لي بعلو فعاد المرة الأول المرة الثانية المرة الثالثة نفس منها قالوا بعد بضاء قص عليهم نكتة ثلاثة مرة أخرى فثلاث مرة ما حد يضحك لا يمكنكم أن تضحك. فأنت من الحكيم وقال لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة والمستفادة اللي فادة من القصة هذه كلها القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة الوقت وهدر للطاقة. ايش رايكم في ذمتكم ذمة ايش رايكم؟ طز فيك طز فيك لا تقول الطماطم الكويت دق الكويت دق الكويت الكويت دق ايش مطرد مدير البلوكس لكم مدير الفندق الحين عندي في البث ذمتكم كيف القصة يا الربع حلوة أهلين عشاء الله يجعلك يا منصور الزاد ايوه فندق فندق جيب ده جوا اسمه استقبال ريسبشن ريسبشن دخل فندق ريسبشن قول باسم عبد الشرعي ايوه هو مكان غرفة 1406 ايش دي 06 ايوه ايوه 4106 غرفة عبد الله الشهراني دور 14 لكن انا نسيت العربي اعطي هذه ريسبشن ريسبشن قول عبد الله الشهراني اوكي عبد الله الشهراني اذا انا خلص كلمت ايش 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 فائدتك الحياة هذه عشان نبي لكم موقف طيب ايوه ركز كذا بين قوسين القلق لن يحل مشاكلك عيدها سعد عيد لا اسمع عيدها عشان يمديهم ايش كنت تقول ما سمعتك عيدها شوف ايش كنت تقول ما سمعتك باقي واحد يسحب الشاشة الحين يضغط 3-2 واحد متصنع لا دور تسوي الشاشة متصنع لا والله الا متصنع ما بعيدها ادخل التاك اكتب انا متصنع سعد الشهري يا الله يا ربي انت صلح كم باقي في الصلح وكم عاد باقي صلح الله ينبزه من ذا الحياة يريح امه
ترى امه يا الربع اسمها سبره، نذرنا علي لعلمهم يا الربع ترى ام عبد الله اسمها سبره. امك ولد خضره؟ مين بخضره؟ الا كنت تقول امك اسمها خضره وانت تقول على جده. لا والله امي اسمها هاي عادي وتشرف. تشرف؟ اي والله تشرف. تدري في يوم القيامه ما يدونك لا ما يدونك عبد الله فالح. عبد الله صبره تعال يوم القيامه في يوم الاخر ورب الكعبه. اي بس مو تضحك يتبسى كسر الشوم. ليش تحبني ولا تحب البث؟ لا والله البث ليه؟ ليه؟ تشبه واحد كان بسكريبتي ولا لكم دقيقة المنجم ده اسمه ايه ملعون طقطوق يا ولد حنوش كارثة كارثة. يصحى هذا مغرب هذا مغرب نهاية البرنامج سوى نفس لعيب في البرنامج يصحى عشاء كارثة يا ولد كان ملجم بالبدلة على الأصبع. ولد 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 كان يا ولد يقول ما يمسك البث إلا البث الحالة يقوم يطيح ثقيل البث ما عليك من ثقيل يا ولد كان كان يعني يلي كان الناس خيل يا عيني يلي الدنيا من انتيله كان الناس كلهم يقول بسم الله عبد الرجاء من ولده يا ولد من أعطيه رجاء رجاء ذاك منه ايه أنت ما هو أنت تقصد على الشين؟ لا عبد الله الشهوان يا سال ايش انت تقصد؟ ليش هذا؟ ليش هذا خفيف العقل لك الطويل اللي هو ذاك؟ عجيب مقاطع خوينا اللي عند فقرة عطاء. تعقب تخسى يا رخامة يا رخامة تعقب المقاطع تعقب تخسى بالثوب السوداني تعقب 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 يا الربع تتذكرون دقيقة والله لو أوريكم والله لو أوريكم دقيقة أبو علي بو طاح الجوال ما معوي تتذكرون الربع يوم قال كذا يوم قال كذا بي عسى تذكرون ايش عبد الله الشهراني عبد الله الشهراني تعمل ريا تذكرون قال كذا انت موجود ريسبشن خلص قول هوتيل ايش اسمه سيتي باور سيتي باور هوتيل سيتي باور هوتيل سيتي باور ايوه ريسبشن كلام فور دي اس فور 1 ايه 1406 1406 روم 1406 سو يور سيتي باور 1406 1406 1406 هذا روم اوكي سر ثانك يو عاون كوفي بيز عاون يا رب اتذكر مسوي زي كذا مسوي كذا عاون اخذ هي طلع اثر يعني قاعد يقول كذا اتذكرون ايه اتذكرون ايه هاو ادي نظام بيع ترى صدني ايش يسموه سعد البيع سعد ملك البيعات معدي ملك الذبات ملك البيعات يلا يلا ندور يا رب تخيل وتدرون يوم يقول ايش اسمه قلت ايه وضحت كذا عشان نجي عروقي حرامات عشان لا لا مو بلقى عشان قال عشان ايش نهاية الكتمان نهاية الكتمان ينفجر الواحد كان يقول نهاية الكتمان ينفجر الواحد يعني انا كنت اكتم اشياء في صدري تكتم اشياء ها انا كنت متضايق والله قلبك اسود انا كنت متضايق ابو علي انا كنت متضايق ايش تسوي انا كنت متضايق تخيل ايوه وعلمكم والله نعلمكم دقائق ايش اسمه تخيلوا يوم شفتهم يقول يوم قالوا ما ادري عبد الله الشهراني ترى حسابك تبنت يقول لك ها والله يا الربع انا ادري قبلها وانه قبلها قاعد 3 ساعات عند بسام تكفى رد حسابي ليه ليه اظهر على حقيقتك يوم تبيعني في الظهر وانا راقي تحسبني ما اسمعك يوم تبيعني كل يوم تحسبني ما اسمعك ما يجيني مقاطع بعدين لك بخشمك وسط والله ايش بتسوي في الظهر بعلمهم انت ايش تبي تسوي ايش تبي اسوي ايش بسوي وجوه ما تطلع انا اعرف اني الربط انت تعرف انا ما اجيب ارحب ابو شتي دار الحب ارحب الحصان يا ود الحصان أرحب كنت الخرفة اللي ترسلها التمر مرحبا ومسهلا ايه القم القم الشرد يا الله لعنبو يمر بدل الله عليها دامك بيت خويك يا مرح القم ها
الصد من الله. شلونك تحرج مع الربع تريهم فندق من هذا الزبده؟ مم اصبر، انا حبي العيش عجزك. اي طاقه شكلك جايبها لي صديق اليوم كني جوت. اصبر هاي لكم، لا تردنا مني يا ولد. ودي ابغى فلوس في ذمه. ابغى فلوس خلاص حسابك. كم دينار؟ مين دفع الحساب؟ عبد الله شكون كلبك؟ عاوز عاوز يسال عاوز يلبك تكاك. خلاص ما تبي يسلم. كم الحساب؟ حساب مدفوع. مين دفعه؟ باستا ما تحكم اكرانيا في ذمتك. انا باستا ترى اقول لا اله الا الله. انا صادق ايش اقول؟ ميد الله اللي يجد عليك. شوفوا عبد الله الشهراني كيف يكبر لقمته. اره ليك انت جاك. قولوا ما شاء الله سابونا بطونا. قم 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 ايش تدري عليك ذلك؟ الله يجب عليك المنصور. والله العظيم لكن والله ما في مطاعم قريبه من الشرق للمطعم هذا. لا والله قلبك. دقيقه بص دقيقه شو يقولون؟ جعلني والله ابداك يا منصور. جعل في العافيه. احسك ان كذا غلط. اكيد يا ولد. شلون المطعم؟ عاد والله بخاطري اطرب منه. ايه تعال تبى تسوي لي اعلان؟ منصور ما له داعي يا عيال. تخيل جانا العام يقول حساب ترى حاسبناه. والله ما اعرف رايي. تخيل ايش فيك يا ميسي انت وياه يا ميسي وكريستيانو؟ دي اصبر 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 يساعدونا يا ناس. يعطيك العافيه الله يعطيك. سعد عيونه. ها شلون المطعم؟ حلو ولا لا؟ والله فنان. لونه بس انا اكل مكرونه لاني عندي فوبيا منها. خلاص يلا بالعافيه بالعافيه. ايش اسمع منصور. ها الحين الحي اللي يمثل فيه طارق العلي وبلام ذوينه الحي. ايوه هلا عكولي. هلا منصور الله حيه. ارحبوا ارحبوا. هلا بالشيخ. هلا عوكل. هلا عوكل. هلا قستنا زحمه يا ولد خمسه. هلا سعد. هلا سعد. هلا يا شباب طيبين. منصور زعلان عليك. علي ليه؟ والله اني زعلان. ليه يا الربع؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على محمد. ترى رجع هذا جنبك عوكل. ها سعد ديم
انا حاكم عليك تسكت. اي اوكي الحمد لله. شيك عليك علومك منصور طيب. الله يسلمك. الله حي عبد الله. شلون اخبارك؟ بخير كيف الحال؟ طيبين شلون لها وطيبين. سعد شابك على شنو؟ اخبارك طيب؟ الله يسلمك. اكل وشي هي بالرياض. هلا سعد يا مرحبا. كيف حالكم طيبين؟ ارحب يا سعد ارحب. الله يبقيكم علومكم اخباركم. يا هلا حياك الله بشرك بنعمه. شفت الرجاء هذا جنبك عوكة بغترة؟ ايه ها؟ ايش بغترة هذا شو اسمه هو؟ نواف الربع. ها؟ ما عليك زوج. تمام يا منصور. والله يا الربع يمكن قبل البرنامج يمكن بخمس شهور او ست شهور كنت داخل مع نواف اسمه صح؟ اسلم. واضح السالفه صدق ولا لا؟ اول شيء قبل لا اي والله صدق ورب الكعبه اللي فكت لقمتي من فمي والله. ها اسلم يا سعد. نواف اسمك صح؟ الله الله. ها والله انا يمكن قبل برنامج ست شهور او سبع شهور كنت اطعم صامه بث ما كان بالبث عندي اذا يا الله يا الله صك البث يجي 12 واحد البث عندي. اي ولقيت كنت ادور دعوات دعوات لقيت هذا نواف. ابشر بس عاد اسمعي فالله الذي لا اله حتى كنت موجود انت عوكل بعد. اي والله ما ادري متى الكلام هذا. قبل يمكن 6 شهور ودخلت معنا قس طلعت من عنده ودخلت معنا قس بسياره. ايه لا هلا عوكل هلا تعال انت ما تلام ارحب ارحب نقوى ارحب الرجال يسولف بس عنده اسلم اسلم. انت ما تلام يا عوكل ما تلام يعني ما تتذكر الموقف قديم منصور حبيبي. أيه. بس شدني يعني يا واد يوم اشوف حياتي ذا الحين في البثوث واشوف حياتي قبل ذحي ورب المصحف يا بعد يا بعد روح تستاهل كل خير يا سعد. جعلني والله افداك سعد هذا من طيبك ومن وفاك انك ما تنسى. اي والله لبى والله قلبك. اي والله عسى الله يوفقك ان شاء الله ومن اعلى لاعلى ان شاء الله. يستاهل 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 عسى الله يوفقك. راح منصور بجرحي. صباحك الله بالخير يا نقوى. يا هلا يا هلا هلا ومرحبا حياك الله. هلا حبيبي يا مرحبا. الله حيو يا مرحبا الهلا ومرحبا هلا اوكل يا جماعه احلى بث اثنين شمر يا بعد روحي يا نقوى. سعد الشهري اي سعد الشهري. خلوه يجي خلوه يجي منصور انطره. سعد ضفتك ها في تيك توك ولا وين؟ اي بتيك توك بتيك توك ابرسل لك بحسابك هنا ما ادري عاد تمديك ولا لا. نقوى الدفه لا لا ما يحتاج خلاص الله يحفظك. اسمع منصور يحنوا علي ترى احنا على منصور ها يا جماعه قاعدين تدزون انتم بدل المباراه لازم يقبل منصور انطرم قال يا خلي يجي منصور احد يرسل دقيقه يا ولد ما في طاير التكست عنده حينا بدال منصور نقول لك حياكم الله سعد انت عندك مضروب ارحب ايوه سعد ابرسل لك حساب نواف على الخاص تمام شو ضربتك انا وين راح منصور خلاص تمام تمام خلصت الصلاه صلينا وخلصنا ما شاء الله اذن بدري عندكم وين انت تصلي يا سعد وين داخل اي برنامج نقوى دبل منور دعمنا اولي نقوى انت في الكويت انا والله عنده جيش منصور يستاهل 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 نقوى شلونك طيب يا هلا يا حبيب اخوك تو اذن بالكويت اقول لك صلينا وخلصنا وانت تقول تو اذن يا ام تيت سوق ام انت اسمع المسجد عندي هنا ياذن عم انت وين سعوديه بالكويت عند الابراج حق البحر هذه مدري وين بالعاصمه انت سعد انت ليه يعني انت كنت ببرنامج عيونه ايوه ايوه جاي مسافر جاي الكويت تو ها يرى في الكويت يومي سلام عليكم غير مضبوط هلا ابو فصول هلا نقوى ركبتوني القطار امس نقوى اقسم بالله ركبت القطار عبالي صج ملشت لا عند خلان سالفه انا ما شفت
لا اخباركم؟ يا هلا يا هلا، وين رحت انت؟ ما حي الربع، بس والله اني رحت اصلي. كبس كبس وكبس يا الربع. زين ما شاء الله. بدل بالدحين بدل ايه؟ اي بدل منصور. مو طالع عندي. عندك ولا عندي شباب؟ الغلق الجول الغلق الجول و... الحمول الثقال يا نقوى. انا بحلل صدق مرة كبيرة عندك. او نت مضروب يا رجال. أصدقائي عندكم عندكم دعاء شابك على النت خدمتكم خرب بيت النت القايز يا منصور اخبارك يا منصور يا ولد والله اني مشتاق لك يا عبد الله انا اسمي نواف مو عبد الله نواف والله شعور متبادل واضح دقايق هذا تاع الدخيل ايه طبيعي حتى انا حزين هلا والله صراحة من هذا؟ السلام عليكم. وارد طيب. الله حيوه. كيف حالكم يا شباب؟ حياك الله هلا سعد الشمري. سعد الشير شير سعد على حساب سعد. أخو أد. ها؟ ها؟ على حساب سعد. إيه. الله حي الله عبد الله. يا مرحبا بكم كيف الحال؟ والله اني شايفه بس ما ادري وين شايفه عبد الله الشهراني منور نورك يا حبيبي منو عبد الله الشهراني زوجة سلطان او زايد اي اوكي منصور الكاب حلو تفتيش كبس الربع كبس وشاركوا البذكر الله اني شايفك تفتيش ايوه نعم تفتيش صديقي الصدوق كبسو كبسو يا الربع كبسو هذا الوافي والله يا منصور بيض الله وجه تفتيش لا انت يا حبيب اخوك انا ودي اعطيها بس هاي دبيب هاي هاي ارحب يا امين هاي دبيب ادري 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 اقول لا تلينا عم حمش نبقى استقرار لا كبس يا الربع شدوا 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 جاهز يا ابني هي هي لا هنت لا هنت لا هنت يا حبيب اخوك لا هنت لا ما عليك ما عليك سروا عادي في هذا اللي قبل شوي اسم الرقصة منصور هذا اسم الرقصة صلاة عوكل عوكل صلاة منصور عيني حبيب هاي خلصنا صلاة يا حبيبي خلصنا سعد علومة تعلم سعد وحوم وش البطالة هذني لبى والله عيني عادل لا هنت لا هنت لا هنت عادل حبيبي هلا ديبان خالد لا هنت يا حبيبي لا 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 عادي عادي منصور عادي تفتيش لا هنت تفتيش ما نعرف
شدوا يا الربع يا الربع كسوها. ربع واضح. هو سعيد جمهوري يحبه كل يوم. مرحبا وين ابو فيصل؟ ابو فيصل يلا ابو فيصل حرك الشارك. عيوني محندرة فت كيف؟ صحيح وف بيض الله بخير. صبحك بالنور حياك. كيف الحال يا سعد؟ نحمد الله. تلعب جولة يا سعد؟ شو اسمه تنفذ؟ تنفذ نعم. يلا أنت كويتي؟ الله الله أنا حتى أنا في الكويت. أنت بالكويت الحين؟ إيه والله ونعم وسبعة عام و... ما عليك زود لبى قلبك. أشوف الكويت منورة يا أخي. النور نورك يعني والله فداك. ليه أنت من الأساس من وين؟ من السعودية. أدري بس من وين؟ من جدة. من جدة؟ إي بس أصلي جنوبي. والله نعم والله نعم. ما عليك زود كب جرب وشير. متى 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 تشرفني؟ شرف كويت. محلي. لبى والله قلبك محلك عامر بهرب. اترك ترى ما من رسميات يعني ما من رسميات. لبى والله قلبك يا قلبي والله ما في فرصه. انا ضفتك ترى. مرحبا بك اتشرف فيك لبى قلبك. الله يرفع قدرك وقدرك يا شيخ. متى تشرفني؟ الله يشرف ايامك والله ما من فرصه يا الغالي. افا ايوه اجعني فداك والله انا اشغال وكذا والله انها بحقك سعد. افا ليه يا شيخ؟ انا بيك ابيك ابيك عندي تكفى يعني ذاك الله يرحم ابوك. طيب ايش رايك مو بمحلي جعلني افداك بنتقابل على خير الشيخ ابشر توعدني باذن الوعد احد اربطني واربطك لكن باذن الله جتني فرصه ابشر بساعدك. لا ابي توعدني نطلع طال عمرك بمحل انا وياك والربع ونتعشى ونتعلل وناخذ علومك على خشمي ابشر عليه الشحم. توعدني الوعد احد بس ابشر بتواصل معك اذا خلصت البث وابشر. كف ما اسف خاطرك انا كل علم الطيب جالك سالفه تقول وتطول. لبى والله قلبك يبشر والله اضيف اضيف. يشطب يشطب سناب يا لا تقولون سناب يا مرحبا سعد. اجل الطيب اللي طيبته عطر جسم ها؟ ما عطر جسم زاد عطني من الدجاج دي خلني اكل. لبيه يا قلبي. اقول لك وين 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 ساكن؟ والله ما اعلم في حي يا اخو. حي شلون ما تعرف؟ عرفت البرج اللي في كور؟ اي برج فيك؟ انت ساكن ببراج الكويت؟ ايه برج الكويت هي عنده براج الكويت عنده براج الكويت مقابل براج الكويت. اي اجل محلك جميل جميل يعني والله جميل ايام هذه الساعة المباركة والله يا سعد. الله يبارك ايامك الحصان اخويا. لا وجع وذمة كذا لا ما راح أسيب شيء مسكين. أنت لك أحد لك أحد بالكويت؟ أيوة. أنت لكون ياسر من بوقت الشركة والله ما ودي كله. أنا لا أنا جاسم اللي طلق. أوه ايه
جاسم وقف يا جاسم جاسم وقف يا جاسم وقف يا جاسم آخ آخ الله العظيم انتم شمعتوا قسما بالله ما ضيعنا الا مسلسلاتنا والله اسمع والله البس طقم ورحت محل هنا شو اسمه كوت الكوت ايه الكوت ولا ذوبها امزح امزح انت ما انا لغيت الاضافه حق الكويت بالدبات يا ولد واحد خي انا شوف شوف بوريك حاجه بوريك حاجه شوف شوف اصبر 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 يرضيك أمان يرضيك الله يسامحكم الله يسامحكم تخيل جالس في الكافي أتقهوى أنت معي إيه في سلي واحد يضرب 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 ده عرفت كيف إيه وأتقرف أقبله عاش مس والثاني عايش مثل الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله يا طاحت شماتين أنت تقطعون واحد تقطيع يا أخي شعب يحب الضحك والله شعب يحب الضحك والله ونعم في ذمتي هالكرم وهالجود وهالاحترام الله يرفع قدرك يا حبيبي والله إن يا ربعنا كامل يتصورنا معهم يا احترام فيهم ما كثر عليك السوالف كذا السلام عليكم كثر الاستريك لا بس يجون كذا قول لي استريكات فلانه بالله قول لي استريكات فلانه بالله قول لي استريكات كذا قول لي استريكات فريج قول لي استريكات صويلح يا ولد يا ولد ظني هم تعاهم هم من اسس استريكات مال الكويت ما شاء الله تبارك الله عليكم لا 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 يحبونك يا اخي يحبون جمهورك لازم تتحمل جمهورك طيب بحكم عليك حكم أباك تمثل دور ياسم ولا أباك تمثل دور ياسم اللي باقي شركة خلاص شلون السيناريو السيناريو دي يصبر فين كتاب يا عبد الله اصبر شوف نقص عبد الله نقص وركب السماعه يا بسمع كان هذه انا مدير الشركه معي حلو وكانك انت اللي بوقتها ياسم يسوم طيب بس حاورني عشان ارد عليك وراح اتكلم باللهجه بلهجه الحضر ايوه انت من تحضري لا والله حربي انا ونعم ليه الحال ما عليك انت ليه حربي حضر وبدو صح الله الله طيب يلا خلاص جاهز يلا جاهز كني خليته ما عندك يلا تكلم يقول هذا كتاب حق الشركه كيف تكلم خلاص يلا يلا واحده خليته من كم وش هذا تفضل يا سعد تفضل يا سعد هذا كتاب الشركه اللي جايك من سكرتيره سعاد وي 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 $13 وين هي؟ 13 تقصد 13,000؟ ايوه والله يعني اخو سعد تصرفت فيهم يعني واتمنى انك تسامحني يعني كيف تصرفت فيهم؟ شريت كورفت وش السيارة هذه؟ ليش اشتري كورفت؟ وانا ما معي سيارة اساسا ليش؟ يا اخي في واحد حاول انه يطوفني بالسيارة لكن سيارتي مو سريعة يعني بالحيل يعني فعشان كذي رحت وسرقت من وعلى حسي أنا ياسم تطنز وياي صح؟ والله هذا اللي صار سعادة المدير سعد ياسم دقيقة دقيقة اصبر دقيقة أنا مو بالشركة الحين بمرقيب على الشيلة هذه كم مرة أقول لك
أنا مو مرتاح لك مرة يا ياسم. وانت نيري تقول ما أدري يا ياسم، وانت أدري نيري تقول ما أدري. أتمنى أنك تسامحني سعادة المدير، يعني أتمنى يعني. شاب ياسم، ياسم طلع قدامي. نعم طالع قدامي بعيني. ما اشوف عينك مفصول. انت مفصول بين نقاش. سعادة المدير ما قاعد اشوف عيونك، لابس نظارات كأنها قاعد بطل. اتمنى ان هذا الشيء ما ياثر على علاقتنا يا سعادة المدير. ياسم ياسم، بس اخوي سعد يعني النظارات، سعادة المدير يعني حاول تغير النظارات كأنك سايق طلبات. ياسوم طلع فيني بعد تطنس لك، وش تطنس وياي؟ حاولت اني الطف الجو وياك يا سعادة المدير علشان. ياسوم جيب شنطتك جنز ايش اسمه يسمونه يشيلونه كيف يشيلون شنطه. جيب شنطتك ويلا برا الشركة. يل شنطتك. يلا يلا قدامي، يلا قدامي، يلا يلا. سامحني 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 سعادة المدير. وربي يديك طراق. كف كف. ليه ما تسموه طراق؟ لا لا كف. دقيقة أنا الله يستر. تدري تدري تنتظر وش؟ أنتظر الفندق يدق ترررر. أربع مرات دق علي يقول أنت عشتنا في الفندق. أحس المرة هذه بيدق الباب يجيب البوليس. خلهم يطخون بدعاية ما عليك. وأتوقع أني بلمي شنطتي وأطلع برا الفندق. أتوقع سو شو اسمه سو لهم دعاية ما عليك يطخون. شو سو لهم دعاية يطخون يطخون راح يطخون. عرفت كيف يطخون يا رجل؟ يطخون يعني يهدؤون. أسألك بالله كذا والله يهدؤون شيء مو عبد الله. عصب علي عبد الله، عصب علي. أنت فاصل صح؟ كنك فاصل صح؟ طخ طخ. إيه طلبين طخ طخ هذا طخ 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 خلاص. لا طخ أمور. شوف طيب طخ. طخ أنت أنتم عندكم طخ يعني شنو؟ طخ يعني ارمي يعني روق يعني طخ يعني روق صح؟ طخ يعني ارمي عندكم. أسس اسمع قلبي ارحم سعد. على العموم شرفتك والله يا اخوي عبد الله عزاي. والله الشرف لي. لبى والله قلبك فرصه سعيده. طاقات مزوح وطاقتك وضحك ان شاء الله ما يجيك. ما يحتاج ما يحتاج، بس وعدت اني تساعد ابارك نسيت. باذن الله بكون بيني تواصل. لبى قلبك الله يرفع قدرك ويطول بعمرك. ودعتك ربي يا شيخ. الله يحفظك استودعتك يا هلا والله. خلاص بالطخون. لا تروح لما ارتحنا ولا ليش واضح كنت يعني اللي ما ترتاح ولا ما اروح معه مالك كيف روق وطخ طخ طخ ها دقيقه اصبر. روق روق انا مودي كيف عبد الله كيف طخ 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 وقف.
شم سكرت؟ هلا خشمي صلوا وبصلي دقيقتين ركعتي يلا قوموا صلوا يلا يلا ما بقى في بروق بنبسط باقي لا بعد تشرق الشمس وروح اتمشى في البحر انبسط يلا يا احباني بصلي ونجيكم.